اهلا بكم. مثل بالعربي بالالماني كمان في حرف الت، مثل بالكلمات طاوله او كتاب. واسمعوا شلون الحرف ينلفظ بالالماني بالبدايه الكلمه، لانه شوي يفرق من العربي. تال، زات، تون، نوت. سمعت ان الفرق بالنهاية الكلمة الحرف انلفظ مثل بالعربي، بس بالبداية اللفظ شوي يفرق، يعني الحرف ما ينلفظ قوي. اسمعوا على هالمقاطع كمان. تا، تي، تي. وإذا في لسه على الصعوبة، عندنا فكرة شلون تقدرون تتعلموها في سهول. حطوا شوية ورق مقطع على إيدكن، جربوا تحكون هالمقاطع التالين. تا، تا. وإذا هدول الورق المقطعين يطيرون من إيدكن، بعدين تعلمتنا. يعني بالبداية الكلمة نقدر نسمع اله بعد الحرف الت، بس اوعى الحرف ينكتب بلا اله، ولما الحرف يجي بالنهاية يقدر ينكتب مشكل بس ينلفظ مثل بالعربي. مت، هت، ليت، شتت. يلا خلونا نتعلمها مرة ثانية. فت، تول، لوت، جلد، تات. ما في كتير صعوبة صح؟ ده يلا باي باي وإلى المرة القادمة.